بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ مع بعض دروس الأوبجكت أورينتد بروجرامينج باستخدام لغة السي بلس بلس. قبل ما نتكلم عن اللغة هنبدأ نتكلم يعني ايه أصلا أوبجكت أورينتد. الأوبجكت أورينتد عبارة عن طريقة برمجية بتخليني أتعامل مع كل حاجة في البرنامج على شكل حاجتين، حاجة اسمها كلاسز وحاجة اسمها أوبجكت. طب ايه الكلاسز ديت؟ الكلاسز لو جينا اتكلمنا عليها في الطبيعة، يعني مثلا ان انا بتعامل مع الكائنات الحية، بتعامل مع كلاس اسمه الانسان، بتعامل مع كلاس تاني اسمه الحيوان، بتعامل مع كلاس تاني اسمه الحشرات، بتعامل مع كلاس تالت اسمه مثلا النباتات، وهكذا. يبقى انا بقسم كل حاجة لكاتيجوري لوحده. طيب كل كاتيجوري من دولت ليه شوية صفات. يعني لو جينا مثلا نتكلم عن الانسان، الانسان ده ليه شوية بيانات، ليه اسم، ليه نوع، ليه طول، ليه سن، ليه مثلا جنسية، ليه مكان إقامة، ليه وظيفة، ليه مش عارف. كل ده صفات أو يعني بيانات بيشيلها إيه؟ الإنسان. طب الإنسان ده ما بيقومش بأي وظائف في حياته، ملوش أي فانكشنز بيعملها؟ لا، ليه بيتنفس، بياكل، بيشرب، بيشتغل، بيلعب، بيتنطط، بيعمل كل ده حاجات أو صفات موجودة الإنسان إيه بيعملها. طيب الكلاس دوت هيبقى عبارة عن إيه بقى؟ الكلاس عبارة عن نوع بيانات أنا بكريته، نوع بيانات اسمه الإنسان، نوع بيانات اسمه الإنسان. طب إحنا قلنا في الأول إن هي كلاس وأوبجكت، يعني إيه بقى الأوبجكت؟ الأوبجكت دوت عبارة عن الشخص اللي مندرج من الإنسان. يعني مثلا مروة دي أوبجكت من الجنس البشري أو من الإنسان، محمد أوبجكت من الإنسان، عمر اوبجكت من الانسان، مثلا منى اوبجكت من الانسان، وهكذا. تمام. طيب اي كلاس بيتقسم ازاي او بيتعمل ازاي؟ كل كلاس في الدنيا، الكلاس الواحد ليه حاجتين. تمام. ايه الحاجتين دولت؟ attributes واكشنز، زي ما قلنا من شويه. يعني ايه اتريبيوتس؟ اللي هي الحاجات بتاعته، البيانات بتاعته. تمام. ايه الاكشنز؟ اللي هي الفانكشنز بتاعته. طيب لما احب اعمل بقى كلاس جديد اعمله ازاي؟ لما احب اعمل كلاس جديد اعمله ازاي؟ باجي قبل المين بره خالص، بكتب كلمه كلاس واسم الكلاس. مثلا الكلاس بتاعنا اسمه هيومن، هسميه هيومن، وبفتح كيرلي براكت وبقفله، وبعده بحط سيمي كولون. الشكل بتاعه مشابه لشكل كتابة الاستراكت شوية. مش الاستراكت كنا بنكتب استراكت اسم الاستراكت وقوسين وسيمي كولون، هو نفس الفكرة. لما نيجي نكتب اسم الكلاس بنكتبه بيبدأ بكابيتال ليتر. طب لو متكون من اكتر من كلمة، كل كلمة بدايتها ايه؟ كابيتال ليتر. يعني مثلا لو انا اقول هيومن مثلا بيبل، مثلا اقول هيومن بيبل كده، البي التانية كابيتال، وهكذا. طيب جوه الكلاس نفسه بقى ببدأ اكتب البيانات بتاعتي ازاي. علشان اكتب حاجة جوه الكلاس لازم اعمل لها حاجة اسمها اكسس سبسفاير. يعني ايه الاكسس سبسفاير ده كمان؟ الاكسس سبسفاير دوت الحاجة اللي هتخلي بقية البرنامج يقدر يتعامل مع الكلاس من خلالها. يعني ايه برضو؟ احنا لما كنا بنكتب حاجة جوه المين كان ينفع حد بره المين يشوفها؟ اكيد لا. لما كنا نكتب حاجة بين قوسين بتوع الفور لوب كان بيبقى حد بره عارفها؟ اكيد لا. الفكرة في السكوب بتاعها، الكلاس سكوب لوحده، السكوب دوت محدش بيقدر يشوفه غير لو انا اديته خاصية تخليه يتشاف بره. طب طول ما انا مش مديله خاصيه، الحاجه اللي جواها هيبقى نوعها او الاكسس سبسفاير بتاعها حاجه اسمها برايفت، محمي، محدش بيشوفه غيري. طب علشان اخلي ناس تانية تشوفه، في انواع تانية للاكسس سبسفاير؟ في نوعين كمان الاكسس سبسفاير، انواعهم، الانواع بتاعتهم، اللي هو الديفولت خالص برايفت، ده انا ما اديتش قيمه او اديت كلمه برايفت. تاني نوع حاجه اسمها بابليك. بابليك ده ايه؟ حاجة مكتوبة زي كده، ما كنا بنحط حاجة جلوبال كل البرنامج بيشوفها،
البابليك اي حته في البرنامج بتشوفها. في نوع تالت اسمه بروتكتد، ده بيعمل ميكس بين النوعين ومش هنشرحه دلوقتي، ده هنستنى عليه هيبان لنا في حاجه اسمها الانهيرتنس قدام. تمام. طب انا عايز اعمل هنا فانكشن وابدا اناديها جوه المين، ما دام هناديها بره يبقى لازم اقول له ان هي ايه بابليك، واحط كولون كده اللي هي نقطتين فوق بعض وانزل سطر. اي حاجه هتيجي بعد كلمه بابليك دي بقى نوعها بابليك. هعمل فانكشن مثلا اسمها شو، هقول له void show، يعني فانكشن، وهاجي هنا هقول له cout hi from your first class. تمام كده، انا كده عملت اول فانكشن ليا في اول كلاس وبدانا نشتغل عليه. الاكسس سبيسيفاير لازمته ايه؟ بيحدد لي طريقه التعامل او المكان اللي هيقدر يتعامل مع الفانكشن بتاعتي. طيب احنا قلنا علشان خاطر ابدا اتعامل مع الاستراكت قبل كده مش كنا بنعرف منه فاريبل؟ مش كنا بننزل مثلا لما كنا عاملين استراكت اسمه ستيودنت كنا بنعمل تحت كده ستيودنت اكس مثلا ستيودنت واي؟ نفس الفكره هنا، انا بعرف من الكلاس بتاعي اوبجكت، هعرف من الكلاس ايه اوبجكت. الاوبجكت ده عباره عن ايه؟ عباره عن ايه الاوبجكت؟ عباره عن فاريبل هاف زي كلاس داتا تايب، اوبجكت واخد النوع بتاع الكلاس ده، من غيره ما اقدرش اتعامل مع الكلاس نفسه. طيب هاجي هنا علشان اعرف الاوبجكت ده اعرفه ازاي؟ بكتب اسم الكلاس وادي له اسم مثلا سميه هيومن اكس. طب علشان بقى ابدا اعمل بالاوبجكت ده اكسس للممبرز بتوع الكلاس، ايه الممبرز بتوع الكلاس دول؟ الممبرز اللي هم سواء فانكشنز سواء فاريبلز، كل دول بيبقى اسمهم داتا ممبرز او ايه او اكشن ممبر. طب اتعامل مع الممبرز دول ازاي؟ هاجي اقول له اكس دوت، بص مجرد ما قلت له دوت هو عارف اصلا ايه الحاجات اللي موجوده اللي اكس ينفع يتعامل معاها، دوت شو، وافتح قوسين كده وسيمي كول. دلوقتي لو جيت عملت ران هلاقيه طلع لي هاي فروم يور فيرست كلاس، معناها ان هو ايه فعلا راح لجوه الكلاس بتاعي وبدا يتعامل معاه. طب بصوا كده لو شلنا كلمه بابليك دي كده شايفين شو طلع عليها ايه؟ ايرور. ليه؟ لان void show دي دلوقتي بقت private، مبقاش مسموح لحد يتعامل معاها بره. لو جينا نتكلم بشكل تاني على الهيومن دوت او الكلاس دوت، الكلاس ده لو تلاحظوا عمل زي كبسولة لم فيها الداتا بتاعتي ولم فيها الفانكشنز بتاعتي، فسهل لي تنظيم البرنامج بتاعي وانا بقسمه وسهل لي قراية الكود بتاعي. فالأوبجكت اورينتد مفيد في ان هو بيسرع الكود، مفيد بان هو بينظم الكود اكتر، مفيد في ان هو بيخلي لي الكود سهل ان هو يتقري. تمام، احنا كده اتكلمنا بشكل عام عن الكلاس وعن الاوبجكت، احنا لسه ما قلناش حاجه يعتبر فيهم، احنا بس حبينا ناخد الفكره العامه بتاعتهم. اتمنى اكون افدتكم في الدرس ده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.